خلينا نروح للحدث المهم يا كابتن وائل. يوم السبت القادم مباراه الاهلي والترجي اللي هتقام في رادس، وده هتكون الشوط الاول. شايف المباراه ازاي؟ وشايف ممكن النادي الاهلي يلعب المباراه دي بشكل ازاي؟ هو الحمد لله دلوقتي الامور عندنا احسن من الفتره اللي فاتت يا اسامه كتير، خاصه الاربع مباريات اللي في الدوري اللي الفريق لعبهم بعد مباراه مازيمبي. كان قبلهم في فتره شك بصراحه نتيجه الاداء السيء والاصابات الكتير اللي اثرت على الاداء واثرت على نتائج حتى الفريق. تقريبا عملنا ثلاث تعادلات تقريبا او حاجه قبل مباراه مازيمبي، انما الحمد لله بعد رجوع اللعيبه المصابه وخاصه اللعيبه اللي بتعمل فارق يا اسامه، وده نتيجه طبعا الكواليتي اللي انا شايف ان هو عايز يتحسن. ما زال الكواليتي في النادي الاهلي عايز يتحسن، عشان احنا بنتكلم في ليفل الانديه الكبيره في اوروبا يا اسامه. اما تشارك في خلاص احنا كل مره بنشارك المفروض نحسن نفسنا عن المره اللي قبلها ونضيف للفريق لعيبه بكواليتي اعلى. فان شاء الله النادي الاهلي يتوفق في النقطه دي بعد نهايه الموسم وبعد الفوز بالبطوله دي وبعد المشاركه في كاس العالم للانديه. هيدخل لك فلوس كتير جدا 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 تقدر تضيف وتحسن وتعلي جوده اللاعبين اللي عندك سواء محليين او محترفين. والنادي الاهلي يعني دي الميزه اللي فيه ان هو دايما بيطور نفسه وبيحسن نفسه وبيضيف للعيبه جديده كل سنه للفريق، اللي هو يبقى عندها دايما الرغبه للفوز بالبطولات وتحقيق الانتصارات.